بذريعة استغلالها اتفاقاً عارياً من الشرعية الدولية مع حكومة الوفاق الليبية، فتحت تركيا اعتباراً من مطلع العام الجاري باب الاستغلال واسعاً للثروات الطبيعية التي يزخر بها البلد العربي الإفريقي تمهيداً للاستيلاء عليها. فلم يكتفي أردوغان بتصدير الإرهاب إلى ليبيا لحماية بقاء السراج في السلطة، بل امتدت أطماعه إلى إعلان وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو في تصريحات صحفية الشهر الماضي بأن بلاده ستبدأ البحث والتنقيب في جزء من شرق المتوسط وفقاً لاتفاقية مع ليبيا. وتهدف تركيا من اتفاقيتها الاقتصادية مع ليبيا الموقعة في نوفمبر الماضي إلى سحب بساط الثروة الطبيعية الليبية نحو تركيا الفقيرة في قطاع مصادر الطاقة التقليدية، في وقت يواجه فيه الليبيون حاجة ماسة لاستغلال مواردهم، حيث سعت تركيا منذ العام 2014 إلى البحث عن موارد شبه مجانية للنفط الخام من خلال عقد تحالفات وشراكات هدفها الحقيقي توفير حاجتها من الوقود بأسعار تقل عن السوق العالمية لمصادر الطاقة. إلا أن إعلان تركيا التنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق المتوسط دفع نحو اعتراضات من بلدان تشترك في الحدود المائية مع ليبيا، ومنها قبرص التي تواجه معركة مع تركيا التي تجاوزت حدودها في التنقيب، إضافة إلى اليونان وإيطاليا، فضلاً عن فرنسا التي نشرت طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقات لافايت بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم وجودها العسكري في المنطقة، وذلك وسط مؤشرات على توتر مع تركيا، حيث كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد أن فرنسا ستعزز من وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، داعياً تركيا إلى وقف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها التي أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع اليونان.